اللي بقى من لقاء الافريقي اولمبيك مدنين البارح كان الاصابه الاخيره اللي تعرض لها حارس الافريقي عاطف الدخيلي في الدقيقه 33 بعد اصطدام عنيف بزميله حمزه العقربي. اصابه حاده على مستوى الوجه والانف استوجبت نقله مباشره لاحد المساحات الخاصه وين خضع العمليه جراحيه اولى وبقى تحت المراقبه الطبيه. وخوف كبير خيم البارح على عائلته أصحابه زملائه ومسؤوليه في الإفريقي. تو عندنا يعني في ميدان الكرة قريب 20 سنة ما شفناش إصابة كما هذه حادة كما الإصابة هذه تسببت يعني في كسور عديدة في الوجه نتاعو وكانت إصابة يعني تنجم تكون تضر بحياته. قمنا بالإسعافات الأولية ونشكر زميلي الدكتور الشابي اللي كان متواجد يعني في الوقت المناسب يعني ما ضيعناش حتى طرف وقت وقام بالإسعافات الأولية اللازمة وتوا يلزموا عمليات أخرى وإن شاء الله لاباس. حسب كلام الدكتور تجاوز مرحلة الخطر رجعنا الناس كلها العاطف هذول العباد شافت تصور في التلفزة معناها حتى أصحابه توا شوكي معناها احنا بيدنا توا شوكي. من الميتون احنا نسألوا عليه حتى كيف الماتش معناها دوما دخلنا الفيستير الأولاد الكل معناها لاباس عاطف لاباس عاطف معناها اللي ما شافوش معناها سير تيران معناها ما ينجمش يحكم على اللي قاعدين نشوفوا فيه احنا في التيران. خرجنا نتجاراو ديجا كنا قاعدين نتفرجوا احنا فهمت كنا خرجنا نتجاراو ضربة جات على غرات توا الحمد لله لاباس ان شاء الله يا خويا ان شاء الله ضربة صعيبة شوية ضربة بليدة. إصابة الدخيلي أثارت موجة تعاطف كبيرة لدى جماهير ولاعبي كل الفرق وعديد الزيارات كانت آخرها لوفد الترجي اليوم العشية. خويا مش مزيق الحاجة نعملوها معناها حالة البارحة روحين في الكار شفنا معناها اللي صار جوارات وإحنا معناها تأثر كبير الملاعب شي نجم يصير في ملعب كرة قدم ما فماش ألوان كلهم إخوات معناها ناس كل إخوات هذا واجب منا نحنا باش نجيو نطلوا عليه ونطمنوا على صحته إن شاء الله. أول حاجة هو يعاود يقف على ساقيه ويرجع لاباس إن شاء الله إن شاء الله C'est vrai que c'est impressionnant, mais Inch'Allah Labès, il a fait une opération. Il va en faire d'autres par la suite. Et voilà, Inch'Allah Khir. Parfois, dans la vie, il y a des choses comme ça. 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 وإن شاء الله يعني بعد كيكة 3-4 أشهر يرجع لحالته الطبيعية. من البارح حتى اليوم وقت تشوفوا أنتم على المساحة مليانة بالعباد وتسأل عليه وبارك الله في العباد الكل وإن شاء الله لاباس والله عاطف يقوم ويرجع لاباس.